كليتشدار أوغلو يتهم سينان أوغان بالخيانة بعد موقفه الداعم لأردوغان. في أول تعليق لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض ومرشح تحالف الشعب للرئاسة كمال كليتشدار أوغلو على موقف سينان أوغان الداعم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل، قال كليتشدار أوغلو في تغريدة له على تويتر: إنه بات من الواضح من الذي يبيع هذا الوطن الجميل على حد وصفه، مشيرا إلى أنه وتحالف الشعب المعارض قادمون لإنقاذ تركيا من اللاجئين وفق زعمه. وفي وقت سابق أعلن مرشح تحالف الأجداد سينان أوغان أنه بعد لقاءات مشتركة مع كلا المرشحين والمشاورات فإنه يدعم الرئيس رجب طيب أردوغان وتحالف الجمهور في الجولة الثانية من الانتخابات. فور إعلانه انهال عليه أنصار المعارضة وخصوصا الشعب الجمهوري بأشد الإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من ناحية أخرى، قال باحث الرأي حلمي داش ديمير إن أصوات سينان أوغان البالغ نسبتها 5.17% سيتحول على الأقل 3.5 نقاط منها إلى الرئيس أردوغان ببيان دعمه. بدوره وجه المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك نداء حماسيا إلى الناخبين محذرا من التقاعس عن الإدلاء بالأصوات الأحد القادم، قائلا: نحن نجري الانتخابات من الصفر، على الجميع الذهاب إلى صناديق الاقتراع.